عسلامة ومرحبا. برتنا اليوم كسكسي بالتازية أو باليازول كما يسموه بعض الجهات، وتبعة طيبة للجميع. عسلامة ومرحبا. باش نعمل اليوم دبارتنا كسكسي. كسكسي كما نقولوا لهنا في قفصة بالتازية. هذه التازية ويسموها اليازول هكا في بقايا أخرى، لا أعلم، كل واحد والتسمية نتاعو كيفاش. هذا الوقيت نتاعها، وهكا والأكثرية معناها تنبت في الجبل وكل شيء، تنبت معناها وحدها. يظهر لي الترجمة نتاعها كان ثبتني ربي، معناها مثلا يظهر لي السيبوليت حاجة كيف من هكا، أو الثوم المعمر معناها بالعربية حصيله، معناها الله أعلم حسب ما شفت التصاور وكل شيء. باش نطيبو بالطريقة نتاعنا، مثلا طريقة اللي هنا عندنا هكا في قفصة في الجنوب. الطريقة تفرق شوية على معناها على برشا بلايص، سورتو في الشمال وفي الساحل وكل شيء. حاصيلو تابعوا معنا مراحل التحضير. أول حاجة يلزمنا ننظفوه بالباهي، خاطر ينبت في الجبل وبقايا اللي فيها الرملة وكل شيء، راهو يشد برشا رمل ومعناها يحب يتنظف. وهذه كما تشوفوا بعد ما قصيتها وغسلتها مليح تو خليتها تتسكتر. في نفس الوقت راني حاطه ماء سخون، ماء يسخن مثلا ليني يغلى، وباش نخليها في شويه دوبلاش ننقحها في الماء السخون ونخرجها. هذه هي معناها الطريقه كيفاش نعملوها، باش الماء السخون زاد كيف كيف ينظفها، في نفس الوقت كيما نقولوا ينقص من الحده نتاع معناها من قوتها شوي. دوبلاش كيما نقولوا نخلوها هشوشه شوي وتجينا هكا بنينه في الماكله. هذا كيفاش نعملوها، دوب ليش نعملوها في شويه ماء سخون ونخرجوه. بالنسبه لي باش نعملها معناها كيما الكسكسي على طريقه الكسكسي العادي، باش نعملها بالدجاج العربي. وراهي الكسكسي بالتازية او اليازول كيما تسموه راهو فيه برشا طرق، مثلا كيما جماعه في الساحل وفي بلايص اخرى، ماهيش نفس الطريقه اللي نعتمدوها لهنا في الجنوب. والجنوب وزاده في الجنوب لهنا في قفصه ثم طريقتين، ثم مثلا اللي طيبوا كيما الكسكسي بالمرشين عادي، كسكسي باللفت هذيك او بالسلق ولا وثم اللي يعملوا مدبش كيما نقولوا كسكسي طازية، يعملوا مدبش معناها فيه الوزف فيه الحلبة فيه الزرارة فيه كل شيء، يعملوا بالطريقة هذيك. برشا طرق راهو، حتى في قفصة لهنا راهو ثم برشا بلايص، مثلا رديف ومن العرايس المتلوي، تلقى كل جهة تعتمد على معناها على طريقة معينة. بالنسبة لنا مثلا أنا مثلا في معناها في عائلتي مثلا أمي وكل شيء تعملوا كيما طريقة الكسكسي بالمرشين بالخضرة معناها بهكيكة. وثم ناس نعرفها مثلا يمكن معناها جماعة جريدية كل شيء، وثم من القفاصة يعملوه مدبش. هذه هي برشا طرق وكل بلاد وردالها وكل واحد كيفاش. انا باش نعمل هكا شوي شوي معناها، المهم باش نفوح ونعمل فيه الدجاج العربة. على فكرة قبل راهم حتى ناس بكري ما يعملوش فيه اللحم جملة، يعملوا فيه شوي شحم ويعملوا صوص مثلا محرحر بيه، راهو يجيب منين على الاخر، مش ضروري مثلا اللحم. وريت لكم برشا احتمالات حصير المفيد. باش نقلي بحكم حاطي ثوم، هذوك الطروف نتاع الدجاج العربي، فلفل شايح وبصل وزيت. حطيتهم هكا في البيرد باش نخليهم يتقلوا شويه في معناها على ما مثلا نسخن الماء ونحط فيه التازية. فلا هذا الماء بدا هكا يغلى وكل شيء، باش نقص عليه ونحط فيه التازي. شفتوه كيفاش دوبلاش هكا في الماء، ديجا غلا الماء، وتوا باش نعاود نصفيها وباش نطيب بها. توا حليت على الغاز باش نقلي الدجاج شويه بالماء. نقليه شوية اللي يتبدل اللون نتاعو. توا بعد ما تقلى الدجاج شوية باش نحط التازية تتقلى زادا معاه شوية. حكم حتى هي فيها المطعم نتاع الثوم نقليها زادا شوية باش تسيب هاك البنة نتاعها في الكسكسي. لين تسيب الماء نتاعها ومن بعد نبدا نفوح.
شفتوه الماء متاحها هذاك لين ينشف شوية الماء. توا بعد ما شاحت من الماء شوية باش نفوح، باش نحط طماطم. بسم الله، فلفل أحمر، كركم، فلفل أكحل، وباش نزيد شوية لفاح المخلط. هذا هو لفاح المخلط، لفاح القفسي. باش نزيد شوية فلفل مهروش. بسم الله، توا بعد ما خلطت لفاحات كلها باش نخليها جيست تشرب شوية. وعندي شوية سنارية لهنا قصيتها صغير على طريقة صغيرة، ببلاش بديت نعمل فيها هكا شوية خضرة. باش نعمل سنارية كهو هذيك مازلت ما قصيتوش، حصيرو باش نخرج نقصو. بسم الله، كان عندكم لفت زادة دوبلاش اكهو شوية سنارية شوية لفت دوبلاش اكهو. لا بطاطا لا حد شي، معناها كالصوص بها هي فيها شوية سنارية وشوية لفت يزي. وتنجموا اذا كان معناها عندكم زايد مثلا تستغنوا على تخلوها كان هي، يجيكم كالصوص بالتازي اكهو تجيكم معناها. انا عندي بحكم معناها شوي بركه، وهي كما تعرفوها تسيب الماء وتنشف. اذا كان عندكم بزيت نجموا تستغنوا على بقيه الخضره، معناها هي كافيه باش تخفر لكم الصلصه نتاع الكسكسي. توا كيما تشوفوا مرقت دوب ما غميت اللحم اكهو دوب ليش ما كثرش الماء، خاطر الدجاج والدجاج هذا صغير، الدجاج عربي راه صغير وفي ساعة ما يطيب، والاخر معناها الخضرة زادة كيف كيف في ساعة ما تطيب دوبليش. هاك ممكن تشوفوا معناها ما كثرتش برش. وهذا كيما تشوفوا بعد ما طاب الصوص راهو يختار على الاخر كيما شفتوا الطريقة هذية. وفي الاخر عملت له جرينات فلفل حمر، هكا تنجموا تعملوا فلفل اخضر كيما تحب، مفيد بالرسمي ريحته بنينة على الاخر. وفي برشا فوائد او معناها الطازية او اليازول او كما اللي تسموه وبنين برشا به. على فكره انا بالنسبه لي كنت النجم نخثر اكثر من هكا بحكم معناها راني ديما نطيب بالمسبق، نخدم نطيب ديما الماكله بالمسبق، خليته هكا جوست شويه مش برشا. من بعد كي باش نحطه راني زاده نعاود نخثره شوي وكهو. وعلى فكرة الكسكسي ماذا بيكم تعملوا كسكسي هشوش مثلا باش خاطر هو يجي هكا شوية ناشف من الصوص، باش الكسكسي ما يجيش شايح، معناها كي نسقوا به الصوص هذا ما يجينيش شايح وكهو. حصلت نوريه لكم في طبق التقديم، وراهو بنين بنين برشا. ونعاودو نقول لكم راهو برشا طرق معناها من الجنوب للساحل للشمال وكل شيء، كل واحد كيفاش الفايدة. مثلا الواحد يستانس بطريقة هكا باهية تساعده وبنينة وكهو. هذا اللي نقول لكم عليه. وهذا كما تشوفوا صحيين الكسكسي، نودكم وما شهيكم راهو بنين على الاخر كما شفتوا. حضرناه بطريقة هكا بسيطة على الاخر، وفيها فايدة كما تعرفوا اليازول او التازية كما نسموه. ان شاء الله نتلاقانا في دبرة اخرى، ونقول لكم بالسلامة.